سنة كمان، والناس مش عارفة عقد كولر مستمر سنتين ولا آخر السنة، وليه ما تمش الإعلان بشكل رسمي؟ لا، كولر عقده كان 3 سنين من نعم. السنة اللي فاتت، فهو لسه عنده السنة دي والسنة الجاية. يبقى له، وده معلن رسمي. طبعا بيبقى في عقد، لكن في اكزيت، يعني في اكزيت سيناريو، ان مثلا ممكن بعد السنة دي ممكن عايز يمشي النادي الاهلي، يعني في اكزيت سيناريو معين. ما اي عقد في اكزيت سيناريو، لكن عقده 3 سنين يخلص بنهاية 26 27 اكتر حاجه باسطه، 25 26. اكتر حاجه باسطه كولر في النادي في مصر، اعتبره يعني علاقتك بيه جيده، يعني الجمهور مبدئيا الجمهور. عمل علاقة رابور ما بينه وبين الجمهور نعم. جدا، وفي نفس الوقت مع احترامي يعني ما في لبن العصفور بيطلبه بكابتن خطيب والبتاع بيعمل مش بين عينيه مؤخرين عنه حاجه خالص. خالص، زيرو ولا حاجة، كل حاجة شخصيه بيطلبها. هادئه في التعامل معاكو ولا بيبقى عصبي؟ أولا لا لا، هادي جدا. نعم. لا لا، هو هادي جدا، شخصية موزونة جدا، بيشتغل 18 ساعة 20 ساعة في اليوم، لا يكل ويامل، مخلص جدا في شغله. ما فيش شك ان وجود محمد رمضان معاه اضافه كبيره جدا ليه، لان بقى مركز مينلي في الملعب، وبقى محمد رمضان واخد هو الشغل الاداري كله. فهو مبسوط، يعني هو من جهه مبسوط، حتى يعني دينو صديقي دينو جدا اللي هو لمبرتي الايجنت بتاع دينو وكيلو. لمبرتي، بيقول لي انا عمري ما شفت كولر بيضحك زي ما بيضحك في النادي. مبسوط انت من تجربه محمد رمضان يا باشمهندس خالد؟ محمد رمضان بقى مدير سبورتنج مدير دايركتور، رياضي انا طبعا. شايف انه شخصيه محترمه وشخصيه حازمه ايوه. وشخصيه عارف اللي هو دغري، دغري. ما عندوش 1+1=2. ما عندوش ممكن يكون من وجهة نظره ان هو راجل يعني ماشي مدرسة قديمة. بمدرسة قديمة، لكن هي مدرسة هو الحقيقة دايما لما يتكلم مضحكة حتى على الهواء يقول لي حقيقة. انا عندي لايف كوتش، وانا بشتغل وانا بسأل الناس، وانا عارف انه في فترة، لكنه لا، بقدر الامكان، هو عارف مهام شغله، والانضباط ملوش علاقة بالقديم هو والجديد. عارف مهام شغله كويس قوي، بدليل ان الكابتن خطيب مديله بعض صلاحياته ده صحيح. من صلاحيات رئيس النادي. نعم. ليه؟ لان ثقته فيه كبيره، وهو كابتن رمضان كان من فتره كبيره كابتن خطيب كان بيفكر فيه، يعني ده كان من فترة، بصراحه أنا يعني عارف من زمن، يعني بالظبط، يعني فترة طويلة. هو رمضان حقيقة من لا، الشخصيات من الناس المحترمة. المحترمه والناس طيب وربنا يوفقه يعني. يا رب.